أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. فخامة روبين ريفلين رئيس دولة إسرائيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكم وأشكركم جميعا على وجودنا معكم اليوم، كما يسعدني أن أقول لكم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم إلى فخامتكم ولشعبكم المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. كما اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتنا الغامرة بوجودنا على هذه الأرض وبوجود هذا الجمع من أصحاب المعالي والسعادة والسيدات والسادة. فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، تحمل كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة تحمل قيم التسامح والتعاون الآن أكثر من أي وقت مضى. ولا شك أن الاتفاق الإبراهيمي التاريخي للسلام الذي تم توقيعه في البيت الأبيض في سبتمبر 2020 يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ويعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا. كما لقد بتنا نشهد اليوم فكراً جديداً سيخلق مساراً أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. فالاتفاق الإبراهيمي للسلام يعد إنجازاً تاريخياً لن يقتصر أثره الإيجابي على الدولتين فحسب، بل إننا نؤمن بأن ثماره ستنعكس على المنطقة بأسرها. فكل خيار غير السلام سيعني دماراً وفقراً ومعاناة إنسانية. إن هذه الرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات الشابة هي رؤية تنظر إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً وأمناً. وكم يسعدنا أن تكون دولة الإمارات جزءاً من هذه الرؤية الجديدة للمنطقة التي تطوق نحو الاستقرار ونمو الطاقات البشرية ونحو مقاربة حضارية جديدة تفتح أبواب الفرص على مصراعيها ليستفيد منها منصرو السلام والازدهار والمستقبل. سيظل الاتفاق الإبراهيمي للسلام منارة مضية في التاريخ الإنساني لكل محبي السلام، وهو ما خلق واقعاً جديداً. فقد أصبح لدى الدولتين اليوم هدف مشترك، وهو إحلال السلام والأمن في المنطقة وبث روح التفاؤل والأمل بين شعوبنا. وفي هذا الصدد بدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك، وسأعمل بشكل دؤوب على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين خدمة لشعبينا والاستقرار الإقليمي. إن الاتفاق الإبراهيمي للسلام يفتح آفاقا جديدة لخلق فرص عمل لشباب المنطقة، فكل من دولتين تمتلك أهم وأكبر الاقتصادات في المنطقة لدعم النمو وخلق الفرص. وقد باشرت الدولتان في التعاون على مستوى التبادل التجاري وفي مجال التعاون التكنولوجي. ومن جانب آخر، فقد فتحت إقامة علاقات دبلوماسية اعتيادية بين البلدين المجال واسعاً لإيجاد مساحة واسعة للروابط بين الشعبين من خلال التبادل السياحي والتعاون في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة. وسأبذل كل الجهد لجعل هذه الروابط أشد متانة والتقريب بين ثقافات البلدين وشعبيهما. فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، في هذه السنة الصعبة على العالم الذي يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19، عززت دولة الإمارات التزاماتها تجاه المبادئ الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي علمنا أن وقوفنا مع كل محتاج أيا كان انتماؤه
الديني أو العرقي هو واجب إنساني ومبدأ راسخ. وبهذا الصدد فقد تعاونت كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل في الأبحاث العلمية لاحتواء كوفيد-19، وتصدرت الدولتان العالم في برامج اللقاحات ضد كوفيد-19، فنحن نتعلم من بعضنا البعض ونتشارك هذه المعرفة مع العالم، وهذا ما يجلبه السلام. وهذا ما يجلبه السلام، فاليوم تقف دولة الإمارات ودولة إسرائيل معا في إنقاذ الأرواح واحتواء الجائحة من جهة، وعودة فتح اقتصاد بلدينا بأمان من جهة أخرى. وفي الختام فإنني أتوجه بالشكر الجزير لفخامتكم ولكم جميعا على استضافتي كأول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل، وأتعهد بالعمل على تقوية العلاقات الثنائية والتوجه بها نحو آفاق جديدة من التعاون لمصلحة بلدينا وشعبين، وأمل أن نمضي قدما في بناء سلام دافئ تنعم به شعوب المنطقة. وشكرا. إن شاء الله. إن شاء الله.